بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسر الله عملكم ورسوله المؤمنون صدق الله العلي العظيم. تنفيذا للمبادرة التي قام بها السيد وزير العدل الدكتور حيدر ناطق الزامل، قامتها اللجنة التنسيقية اليوم بتوزيع هدية، وهي عبارة عن حقائب مدرسية مع قرطاسية كاملة من أقلام ودفاتر ودفتر رسم. وقمنا اليوم بالمدينة في منطقة حي السراي بقضاء الصويرة، وكذلك عندنا إن شاء الله مناطق في الأرياف وباقي المدن في القضاء. وهذا ندل على شيء، فإنه يدل على مدى اهتمام السيد الوزير بأبناء مدينته وأبناء خاصة الأيتام والمحتاجين. وهذا العمل هو إن شاء الله بادرة خير من السيد الوزير لأبناء مدينته، وبنيابة عني وعن أخواني وعن الأخوة اللي في هذا البيت، نشكر السيد الوزير على هذا الاهتمام من سيادته، وإن شاء الله تكون بادرة خير في القضاء، ونكون كبداية باقي المسؤولين أن يتخذوا نفس المنهج اللي اتخذ السيد الوزير لأبناء المدينة وخاصة المحتاجين وأبناء الشهداء من حشد الشعب والقوات المسلحة. الأستاذ علي عبد الحسن الشياع مسؤول لجنة التنسيقية توزيع الحقائب للسيد الوزير. نشكر سيادة الوزير على هاي المبادرة. الطالب خالد رجب خالد الصف السادس ابتدائي المدرسة النهضة الابتدائية. الطالب فاطمة حيدر مسن الصف الرابع ابتدائي مدرسة فجر الجديد. الآن في منطقة الحي العسكري بضيافة السيد المختار المنطقة تم توزيع الحقائب المدرسية من قبل لجنة التنسيق اللي قامت بها بأحد أخواننا بالمنطقة
والحمد لله انه الطلبة موجودين وتم التوزيع عليهم حسب الاسماء اللي مرشحة لنا، وهي هذا كبادرة خير من قبل السيد الوزير الى ابناء منطقته، وان شاء الله تكون باقي المناطق على تواصل احنا وياكم. الباقي ان شاء الله راح نطلع على المناطق الارياف، عندنا مترشح مناطق ارياف عندنا راح نروح لها ان شاء الله باكر او بعد باكر حسب الوقت اللي يسمح لنا، وان شاء الله الله يوفقنا ويوفق الجميع ان شاء الله. هذا الشيء اللي... طيب احمد بعد ما جيت زينب خالد ابراهيم زينب هذا اوقف يا عمو اوقف بس شويه خلينا نكمل هذا عندنا المقطع شويه رخصت يلا يلا ها تصور عادي يلا تعال بابا تعال بابا طيب خلي شيء واحد من الدولة تعال تعال استلم ما طيبة استلم هذا اللي يجيب لنا طيب يجيب لك طيبة هسه بيجيب بس طيبة هو أطياف آه نعم نعم أطياف إيه خلنا ما وجد يمك خليها يلا يا يمك ايه يمك بس طيبة عندك ما بطل مرتي ما وجدت بغداد بغداد هذا زوجة النونة صبيت بس الطيبة راح يجيب دولة دولة شو وين والله عايش المنطقة دي سجلوا هاي الهوسه ها سجل عادي سيارتات ابو مريم و وحتى لو بدون صوت هذا كامل سامي هذا جديد هذا الرقم هذا هاي ما هاي ما هاي ما هاي ما هاي ما هاي ما هاي محمد نشكر السيد الوزير على هذه المبادرة ابراهيم خالد ابراهيم الصف السادس ابتدائي مدرسة المرسلين. نشكر السيد الوزير عبد الله فاضل عبد الامير المدرسة المرسلين للبنين الصف الرابع. نشكر السيد الوزير على هذه المبادرة للطلاب اسمي عادل عايد حامد المدرسة عبد المحسن الكاظم الصف الخامس.